الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الرجل الفرض في المسجد ثم ذهب إلى جماعة في استراحة فوجدهم لم يصلوا، فهل إذا أرادوا الصلاة يجب عليه أن يصلي معهم أم أن هذا الحكم خاص في المسجد؟ ظاهر الجماعة التي في المسجد، والحديث ورد في المسجد، لكن لو صلى معهم من باب النافلة وإبراء الذمة لا بأس. نعم.